الله بكيت لما سمعت بالخبر، فما بال خالي الذي رباه؟ لماذا يا يزن أتسمونه أقروب هواية؟ بعثة الهواية وبعثة الرياضة إن كانت رياضة موت أستحلفكم بالله، وهذا أماني وأنا راح أطبقها على نفسي. والله يا ابني يا فايز لن أرضى عنك إذا ما بعت الماتور، والله يا ابني زحلق يا أخوان وبع الله لجام الموت، بعت الماتور اشترى غيره. هو مرض، مرض عادي سيئة مش قادرين يتركوها الشباب. أستحلفكم بالله كلكم معرضين، كل واحد بسوق ماتور هو ألقى بنفسه للتهلكة. ما تقول لي قضاء وقدر، القضاء والقدر أن ربنا أعطاك أمانة تحافظ عليها، مش أعطاك تلعب بنفسك. هذا جسدك أماني معك، حافظ عليه يا أخي. ما تقول لي قضاء وقدر، القضاء أن تفكر في نفسك، ما القضاء أن تفكر كيف تهلك نفسك. كم مرة يا زن صار مع حد مرة يا حد قلت لي وقع وعلى أعطاه درس درسين، وقع ابني وأعطاهم درس درسين. ما في فايدة، لازم نبني قلوبنا. أنا الآن متألم لألم أبوه وأمه، أما أنت يا زن والله ما لك عنا غير الدعاء، والله لا نملك لك غير الدعاء. يا رب سندعي يا أخي، سندعي نسجعي، خلينا أفضل بقلبي، بدنا ندعي. اللهم ارحمه، اللهم وسع عليه في قبره، اللهم أبدله بدار خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه. آمين. اللهم باعد بينه وبين النار. آمين. كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين. اللهم إنا نسألك أن تغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم صبر أهله، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وسع له في قبره، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أجرنا في مصيبتنا، اللهم أجرنا ولا تجعل مصيبتنا في أبنائنا. ونترحم على شهداء الأمة، شهداء فلسطين، نترحم على كل شهيد على هذه الأرض وعلى كل مصاب. نسأل الله أن يكتبه في عليين وأن نتجاوز عنه وأن يدخله فهو في ضيافة أكرم الأكرمين. اللهم أكرم نزله، اللهم ارحمه. بالنهاية سورة الفاتحة على روح الشيطان.